فاهمك ايه يعني، مش ناقصني لكن انا مش جاي لك عشان تكلمني. ستو كمان ما كانتش بتحب النكد. ما تبصليش كده، ما بحبش حد يبصلي كده. من وانا صغير وانا بكره كلمة يتيم، كنت بسمعها دايما من الجيران ومن صحاب ستو، كنت دايما بشوف في عينيهم بصة كده كأني صعبان عليهم، ما كنتش بحبها، كانت بتوجعني شبه اللي انت كنت بتبصها لي كده. بس ستو كانت دايما بتزعق لهم وكانت تقول لي يا واد يا دودو طول ما انا موجود انت مش يتيم. بس ستو مشيت ودلوقتي بس بقيت احس ان انا يتيم. حكيت لك على ابويا؟ ما قلتش لحد اصلا، يمكن فريده وما كامل يمل. بس انت برضو ممكن يكون عندك علم، انت مش سهل برضو. لا والله ما اعرفش حاجه. ثابت كان بتاع مزيكا، كان عازف هارمونيكا. هارمونيك عشان كده انت بتحب المزيكا. كان راجل حبوب جدا، فنان جدا في نفسه كده، مش بيفرق معايا حاجه، مش بيفرق معايا غير ان احنا نكون مبسوطين. كانش فارق معايا انه يبقى زي الرجاله اللي همهم الفلوس والصراعات والكلام ده. كان راجل راضي، مش عايز يثبت اي حاجه لحد. بس أمينة ما كانش عاجبها الحال ده. أمينة مامتك؟ كانت. لما كبرت فهمت إن انبهارها بفنه وإحساسه اللي هي حبته عشانه ما كانش كفاية. كان مضايق إن هو ما عندوش أي طموح مادي. دايماً يقعدوا يتخانقوا وأنا عمري ما استوعبت كانوا بيتخانقوا على إيه. لما بقى عمري 12 سنة سعيد في يوم ما لقيتهاش موجودة في البيت. اتطلقوا؟ أمينة راحت تشتري ورقة بوستة، قررت تسيب البيت وتسيب أبويا. وسيب حاولت بعدها بكام سنة تزورني وأنا رفضت. لما جه الوقت ان انا اقدر اواجهها ما عرفتش اقول لها ايه. سبتيني ليه؟ انا وانت يا ادم شبه بعض. انت تيتمت عشان ربنا اختار ابوك وامك، وانا تيتمت عشان امي اختارت تربي عيال واحد تاني مع فلوس. يمكن عشان كده لقيت نفس الراجل اللي امي كانت عايزاه. يمكن معرفش، بس اللي انا عارف ان انا عمري ما هسمح حد يعمل فيا زي ما حصل في ابويا. على فكره زين، انا اللي جدتي لسه ميت. صحيح، قول الله في الدحيح.